الحديث وثمانية حديث أبي هريرة إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقي حديث رواه الإمام الترمذي. ندى العلماء هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، الإسلام كامل يشود أريون الحديث جي أو كل أحاديث وياه أشرنا إليها فيما سبق. لو كان نطبق الحديث جي أن في من نغ ألز ولاش لونغواس ولاش الستريس ولاش لو أخدم شغلك والسلام. مي للأسف ألا نوجد نطبق الحديث وهم كثر والو أزراني كل شيء، هذيك الشمنة يري الشر ذي ويكسو وإذا صار شي شد يبي ويقفران ويقجوجان ويقنغان ويقموثان لي ديطا يزرى كل شيء في مورا في فركي وإلى آخره على بالو كل شيء، وزيد الانتقادات ولي كومونتير وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنه يسعى يقارنتي هذي يعيش عشر القرون، لو كان يسعى عشر القرون معليش هذي يسعى تسعى القرون ينوه ينواضو مصدقي من القرنين قالوا هذا سقمي مالس. ولكن للأسف مانيش نقول لك باش الإنسان يكون اكستريميست، الإنسان عنده اهتمامات معينة ينشغل بها ينشغل بها، ولكن ما تفضيوني غير مانيس ذوكوينو ثنعني ذوكوينو ثنعني يا راه أين ثعنان إلا قتل يرضي مانيك موث يرضي مانيك سيد نوف، هذا القاعدة الفقهية. ولكن ما إلا حاجوك ثعنارا كثعنارا لا من قريب ولا من بعيد، خلي الناس خلي الناس كل يوم ثندي شغليس والسلام. طبعا نغاون دا ما كندعو ذا في معنى الإجمالي فقط دون تفصيل، وكل حديث يحوج درس كامل